بالنسبه اللي عزيزين عليه الورد، عزيزين علينا نباتات، عنده شي بالكون ولا شي جرده فاش يهرس، سورتو بعدا غير الورد حيت الخضرات خصك تكون شي جرده نورمالمون، واخا انا كنت غرستهم كاع فواحد البالكون. المهم هادو هاد الخنيشات تاع الورد كتلقاهم دايرين صفر تلاتين، سورتو دابا حيت دخل دابا شهر ثلاثة اوتوماتيكمون ملي تيحطوهم في السوبر مارشي، يعني هذيك الوقت فاش يتزرعوا. غير نصيحه انا دايرهم بجوج، انا تنقول لكم اللي بغى يشري شي حاجه قليله، الساشيات اللي فيهم الزريعه اللي تتكون هي زريعه قليله على حسب كل ورد شحال فيه بحال هكا، ثلاثه الحبات باش تعطيك هاد الورده اللي دايرين بهاد الثمن. الا كنتو بغيتو غير الورد يعني ماشي عندكم الغرض بالضبط شي حاجه، راه كاينين هاد الورد هاد الاخر اللي هو ديجا نقيلة منه وهو رخص منه بحال هكا داير. هادي وردة صفرا يعني إذا تحلو شفتوه طلع حتى لهنا هما الوليدات خارجين منه، يعني إذا تحشيه في التراب هذا فيه ديجا تراب، تحشيه فوق التراب فيه شكل، فيه بزاف الشكل، فيه بزاف الوان بزاف الشكل، واحد الحمر زوين. هاد الحمر كيطلع كاع بزاف، يعني هذا ديجا طالع شوف كي كتحطو صافي كيسرح، تدي ليه شويه هذا اللي بغا يدير، اللي بغا يدير 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 ديكور تاع الوريدات. المهم هادو انا شريتهم بشي 65 ولا 70 سنتيزمي ما عقلتش الثمن طيح ليه. هذا فروتي وهاد الاخرين هادو ديال هذا حتى هما كنت شريتهم إلا بغيتوهم ديال مارتيني ولا ديال الخومبواز ديال لامبوني، نو هادو ماشي لامبوني، هادي ماشي بونيس. المهم هادو ديال هاد الفواكه راه حاطينهم دابا فلوروسبين فيهم بروموسيون، فيهم أثمنة بروموسيون. المهم هادوك الشجرات راه غاليين تبع الفواكه دايرين 3 أورو، أنا كنهضر لكم على الورد، الورد فيه هادوك الشتلات بحال هكاك طايحين ارخص من خنيشات زريعات الورد، اللي الخنشه فيها غير حبات محسوبين يعني تيكونوا قلال، ما تنهضرش على الزريعه كلها، تنهضر على شي وحدين فوالا. اما هادو الخضره انا كننصح حيت كنت جربتهم كنت راه تقريبا تناكل غير منهم حيت تينوضوا بواحد الكثره تبارك الله، كنت غرست هاد لي طوماط سوغيز وطلعت لي شجره كبيره تبارك الله شحال فيها، غرست هادي وغرست هاد الماطيشه اخرى ماشي تاع السوبر مارشي، تنوريكم غير التصويره، غرست الكرجات القرعه البيضاء ولا الخضره، يعني اي حاجه اللي حاطينها دابا في السوبر مارشي راه دي وقيتها في اللورا تيكون مكتوب اش من شهر، واش ابريل ولا مارس ولا يعني واش من شهر 3 ولا من شهر 4، ولكن اغلبيه دابا شهر 3 يمكن لك تغرسوه وتخلطوه وتتشري برودوي اللي هو تترشو على داك الشيء فاش تبدا تينوض باش ما يجيوش الحشرات، يا اما تشريه برودوي من السوبر مارشي تيكون قاد، يا اما صوبوه في الدار. تنوريكم شي مره في فيديو الطريقه، راه غير ما تتخلط مع شويه القرنفل سكينجبير وتيبقى مرقد فيه، وتديرو في شي رشاشه اللي ما يكونش فيها جافيل ولا شي برودوي شي مكخايب من قبل، وتبقى تترش بيه، يا اما شريو قرعه رشاشه جديده من عند الشينوا، يا اما استعملوا شي وحده عندكم مغسوله مزيان وكتبقاو تترشوا عليه باش ما يجيوش الحشرات ياكلوا لكم هذاك الشيء فوالا. المهم بغيت نوريكم غير هادي راه زوينه، هادي راه فكره زوينه، وهاد الوريدات كلهم اللي كاينين دابا راه زوينين. المهم اللي تعجبو الورد